أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين حينما ندرس الشخصيات الإنسانية، الدراسة العلمية الموزونة، ينبغي أن يبدأ البحث بسؤال، ماذا أنجزت هذه الشخصية، وماذا قدمت؟ هذا اهم ما ينبغي ان ينظر في تاريخ البشر كافراد وكمجتمعات ماذا قدموا وماذا انجزوا الذي يبقى من تاريخ البشر هو انجازاتهم والذي يكشف عن هويتهم وحقيقتهم وافكارهم ورؤيتهم الى الامور والى الاحداث التي عاصروها هو الانجازات وما يقدمونه وما يخلفونه من اثار خصوصا الشخصيات الالهيه الله عز وجل في القران الكريم تحدث عن بعض انبيائه ورسله وتحدث عن سيرتهم وعن مواقفهم وما جرى بينهم وبين الاقوام التي بعثوا لهدايتهم لاجل ان يكونوا قدوه الى الناس يتعلمون منهم المحبه الخدمه وكيف ان الانسان يربي نفسه ويطور عقله وفكره ويهذب ملكاته الله عز وجل من حكمته في كتابه العزيز أنه تحدث عن بعض أنبيائه وذكر خصائصهم وبعض الأنبياء ذكر تفاصيل ما جرى في حياته لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لأصحاب القلوب لأصحاب البصائر والعقول حتى يتعظوا ويتعلموا مما قدمه الأنبياء للبشر فجعل الأنبياء والأولياء قدوة لسائر عباده وجعل للأنبياء والأولياء قدوة يتعلمون من هذه القدوة عبادة الله عز وجل، عبادة الله عز وجل، والصبر والجهاد في سبيله. فالأنبياء والأولياء هم أيضا يدورون حول محور واحد هو القدوة لهم والمعلم لهم. وهم محمد وآل محمد عليهم السلام خصهم ببعض الآيات الشريفة في القرآن وذكر أعمالهم وبعض ما أنجزوه ولكن خص السيدة الزهراء سلام الله عليها بخصائص في الآيات أشار إلى أنها المحور حتى لآل محمد، فالأنبياء قدوة للبشر، ومحمد وآل محمد قدوة للأنبياء، وفاطمة هي المحور لهم، أذكر ثلاث موارد فقط مما أشار إليه القرآن، الأول آية التطهير، الباري عز وجل خص أهل البيت بالطهارة، الطهارة التكوينية، طهارة العنصر والذات في الأرواح في الأبدان. طهرهم من كل دنس، من كل رجس. وفي بعض التفاسير جمعا بين الروايات ان هذه الايه الشريفه نزلت اكثر من مره. لم تنزل مره واحده، حوالي ست مرات نزلت ايه التطهير. في مواطن عديدة وفي بيوت متعددة أنزل هذه الآية المباركة رسول الله صلى الله عليه واله في كل يوم بعد نزول هذه الآية في كل يوم حينما يخرج لصلاة الفجر قبل أن يدخل المسجد ويتوجه إلى صلاته يطرق باب فاطمة ويسلم عليهم بأهل البيت ثم ينصرف إلى مصلى مد مديدة كان رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا يتعامل حتى يبين للناس أن بيته هو بيت فاطمة لا بيوت أزواجه وأن أهله هي فاطمة ومن يرتبط بفاطمة علي والحسنان عليهم السلام إذن الباري عز وجل محور التطهير محور الطهارة في آل محمد جعله على فاطمة منها هي المدار هي المحور الطهارة تلازم العلم، وتلازم العصمة، وتلازم القرب. المورد الثاني في سورة الدهر الباري عز وجل شكر لآل محمد عملهم في قضية معروفة انهم كانوا صائمين وفي كل يوم يأتيهم اما اسير واما يتيم واما مسكين يعطونه افطارهم ويصومون اليوم التالي على جوع ثلاثة ايام هكذا الصوم هو في نفسه من علائم الاخلاص جعل الصوم تثبيتا للاخلاص الصوم في نفسه من علائم الاخلاص وهم حينما اعطوا طعامهم كانوا احوج الناس اليه من غيرهم هو عباره عن ارغفه من الخبز خبز الشعير لا غير تصدقوا به لله عز وجل وبقوا على الماء ثلاثه ايام ثم الباري عز وجل حكى ما في قلوبهم هم ما تحدثوا هم ما اظهروا بالسنتهم شيئا الباري اظهر ما اضمروه في قلوبهم قالوا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذه هي علامة الاخلاص في العمل وفيه تعليم عظيم ان الانسان الذي ما يقدمه الانسان لله عز وجل ما يحتاج هو يبحث عن من يمدحه ويسلط الضوء على عمله او يدعي له شيء ابدا ما يقدمه الانسان لربه مخلصا الله يظهره وفي الروايات الشريفه هناك ملائكه خاصون ياتون لاظهار فضائل العباد الذين يخفون فضائلهم ولا يظهرونها. السعي وراءها وراء السمعه وراء الشهره رياء وفي كثير من الاحيان يبتلى بالشرك الشرك الخفي. الله عز وجل شهد لال محمد عليهم السلام بانهم المخلصون يقدمون لله ما عندهم غايه ما عندهم يقدمونه لله، ولا يرجون منه لا جزاء ولا شكورا. هذه اشاده ثانيه هذا الإخلاص في العبودية، الإخلاص في العمل هو روح العبادة، هو جوهر العبودية، العبودية الحقيقية فيه الإخلاص، قليل العمل مع الإخلاص خير من كثير العمل من دون إخلاص، هذا الإخلاص الباري عز وجل شهد له شهد لال محمد به وين في بيت فاطمه من بيت فاطمه هذا الاخلاص المورد الثالث الباري عز وجل شهد لرسول الله صلى الله عليه واله بانه اعطاه افضل نعمه امتن بها على رسول الله صلى الله عليه واله. قال انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. في هاي الايه كل مفرده منها فيها بحث الباري عز وجل يقول انا مو اني بصيغه الجمع اعطيناك مو اعطيتك صيغه الجمع في العطاء تدل على انه بجمعيه صفاته الجماليه والجلاليه اعطاه الكوثر فاعطاه شيئا هو في غايه الجمال والكمال وهو منزه عن كل ما يجل عنه الانسان مخلوق معطى كامل اذا الباري عز وجل بجمعيه صفات جماله وجلاله اعطى شيئا يعني تجلت في هذا الشيء صفات الجمال وصفات الجلال ما هو الكوثر اللي الله عز وجل اعطاه لرسول الله هنا تفاسير كثيره اكو ولكن اعلى المظاهر والمصادق هو الزهراء سلام الله وفاطمة الكوثر هي فاطمة بجمعية صفاته الجمالية والجلالية أعطاه الكوثر أعطاه فاطمة وفي مقام الامتنان على رسول الله امتن على رسول الله بإعطائه فاطمة مخلوق بهذه العظمة بهذه الجلالة الله عز وجل امتن على الناس بعث فيهم رسولا من انفسه وامتن على الرسول باعطائه فاطمه الملفت في هذه السوره المباركه ان السوره اقصر سور القران اقصر سوره في القران هي سوره الكوثر. وتدور على محور واحد بوجهين عطاء وجزاء لرسول الله صلى الله عليه واله انا اعطيناك الكوثر شنو الجزاء المطلوب في مقابل هذا العطاء؟ فصل لربك وانحر هاي الصلاة ايضا فيها معاني، من معانيها انه فرض على المؤمنين الصلاة والحج جزاء لعطائه لفاطمة، لانزال فاطمة في هذا العالم، فصل لربك وانحر، قدم الاضاحي والقرابين، لله عز وجل، وين؟ في الحج. وفي معنى اخر انه امر النبي صلى الله عليه واله ان يصلي لله صلاة الشكر ويقدم له القرابين والاضاحي في مقابل هذا العطاء، في مقابل هذه المنة. في المعنى الاول يكون الفرض على سائر الامة. لأن ما يفرض على رسول الله يفرض على أمته لأنه الحج عليها وفي المعنى الثاني رسول الله صلى الله عليه وآله يجب عليه أن يسجد سجود الشكر في مقابل هذا العطاء شنو من عطاء هنا العقول تتوقف عن درك هذه الحقيقة لا يمكن للبشر العادي بالموازين العقلية التي عنده أن يدرك هذه الحقيقة طبعا الكوثر في الروايات أيضا ورد بعض التفاسير إليه لكن هذا المعنى هو المعنى الأقرب وبينها جمع تلالي الآن مو في مقام بيان هذا الجمع إذا السورة المباركة، سورة الكوثر كلها تدور على محور واحد بوجهين. الوجه الأول أن رسول الله صلى الله عليه واله أعطي الكوثر، امتن الله عليه بإعطائه الكوثر، وجعل الجزاء الصلاة والحج وشكر هذه النعمة. من جهة أخرى الوجه الثاني أن عدوه ابتر أن شانئه ابتر إذن أسوأ ما يبتلى به الإنسان من عقوبة إذا يراد إنزال العقوبة به شنو هي؟ هي البتر يبتر يبتر يستأصل هو في نفسه يستأصل ولا يبقى له عقب وذرية تذكره بشيء إذن في المقابل الله عز وجل أعطى الكوثر لرسول الله وهو الخير الكثير والبركة العامة وبها بقي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل الأرض وأعداؤه وانصاروا بتروا استؤصلوا هم وذرياتهم ما بقي منهم احد فاحد اللي يذكر ويعتد بذكره ما بقي منهم شيء هذا المعنى ذكره المؤرخون والمفسرون واصحاب الحديث الواقع الخارجي هم شاهد على هذه، الان الارض مليئه بذريه فاطمه يملؤون العيون والقلوب وفيهم العلماء وفيهم الشعراء وفيهم الادباء وفيهم القاده والزعماء اما اعداء فاطمه لا يذكرون الا بسوء، هم استؤصلوا ذريتهم ام استؤصلت، ما بقي منهم احد. واليوم العالم ايضا قائم على هذا المعنى، لاحظوا مثلا في مجمع البيان في معنى الكوثر هكذا يقول: هو كثره النسل والذريه. وقد ظهرت الكثرة في نسله يعني في نسل النبي صلى الله عليه وآله من ولد فاطمة حتى لا يحصى عددهم واتصل إلى يوم القيامة مددهم ومن أعظم من بقيه من ذرية فاطمة ولي الزمان خليفة المعبود وسيد الوجود أين أعدائهم؟ أين خصومهم؟ لا هم ولا ذريتهم بالرغم من أن أئمة الجور وسلاطين الظلم والاطراف المعاديه من النواصب كانوا ينصبون العداء لذريتهم ويطاردونهم في كل مكان ويقتلونهم تحت كل حجر ومدر رغم ذلك ذريتهم ملا الدنيا اعداؤهم يكثرون من التزويج ويكثرون من النسل ولا بركه في نسلهم بتر الله عز وجل بتره فسورة الكوثر هي جوهر واحد يدور على فاطمة محور واحد يدور على فاطمة يبين من هذه الجهة بركة فاطمة ومن هذه الجهة يبين نقصان أعدائها وخصومها لذلك الروايات الشريفة وصفتها بانها مباركة كما ورد عن الصادق عليه السلام. هذا المعنى مباركة موجود في الانجيل ايضا. في الانجيل وصفت السيدة طاهرة سلام الله عليها بالمباركة. المطلعون على الانجيل الصحيح يعرفون هذه الحقيقه من النصارى، واليهود ايضا اليهود لهم مواقف كثيره تبين هذه المواقف كيف ظهرت بركه فاطمه عليهم وانقذتهم من ظلمات جهلهم وضلالهم الى الهدى والى النور لاحظوا هذه الروايه ورد ان اليهود كان لهم عرس يعني حفله زواج فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه واله وقالوا لنا حق الجوار يعلمون أخلاق النبي كيف يتعامل مع جاره مع أنهم من مخالفيه لا يؤمنون بدينه وفي هاي القضية هم طلبهم كان مكيد منهم بس لاحظوا النتيجة فقالوا لرسول الله لنا حق الجوار فنسألك أن تبعث فاطمة عليها السلام بنتك إلى دارنا. ليش؟ حتى تشاركهم في العرس اللي عندهم، حتى يزداد عرسنا بها. هنا يراد به الفرح العرس، يعني فرحنا يزداد. بحضورها. وألحوا عليه، اللي يبدو أن النبي في بادئ الأمر ما استجاب لهم، فألحوا عليه. رسول الله صلى الله عليه واله وجد عذرا لهم، ذكر عذرا لهم، فقال إنها زوجة علي بن أبي طالب، وهي بحكمه يعني مو بحكمي وهذا تعليم مهم للاباء سنجي نتحدث شويه عنه هي بحكمه فسالوه ان يشفع الى علي في ذلك يتوسط زين هم شنو كانوا مسوين؟ الروايه تقول وقد جمع اليهود الطم والرم من الحلي والحلل الطم يعني الحلي اللي تستخرج من البحر مثل المرجان اللؤلؤ الرم الحلي اللي تستخرج من البر مثل الذهب والدرر وأمثاله فما خلوا شيء بعد على الأرض إلا وجمعوه حلي البحار جمعوا وحلو وحلي البرهم جمعوه وظن اليهود أن فاطمة عليها السلام تدخل عليهم في بذلتها بالذال البذلة ثوب العمل ثوب البيت هذا الثوب اللي الإنسان يلبسه المرأة تلبس ثوب مثلا تكنس الدار تسوي طعام لأهلها بهذا الثوب العادي هم جامعين كل ما لديهم من حلي وحلل من البحر ومن البر وكانوا يظنون أن فاطمة بدعوتهم لها راح ما عدها فقيرة تدخل عليهم ببذلتها أكو طبعا في رواية البحار بذلتها بس بذلتها في الخرائج والجرائح اصح اوفق بمعنى الروايه. وارادوا استهانه بها، الهدف هو الاذلال والاستهانه. فجاء جبرائيل بثياب من الجنه وحلي وحلل لم ير الراؤون مثلها فلبستها فاطمه وتحلت بها فتعجب الناس من زينتها والوانها وطيبها ثياب من الجنه فلما دخلت فاطمة عليها السلام دار هؤلاء اليهود دخلت عليهم شنو الموقف سجد لها نساؤهم يقبلن الأرض بين يديها وأسلمه بسبب ما راوا خلق كثير من اليهود صاروا مسلمين هسه هي سلام الله عليها هي نور ولباسها من الجنه اي عاقل منصف يشوف هذا المنظر قلبه يهفو اليه من اللي يرفض بس المعاند اللي قلبه مظلم محجر صاير كالحجارة ما يخضع ولا يخشع لمثل هذا المنظر وبهاي الرواية تضمنت دلائل أشير إلى بعضها على نحو السرعة لاحظوا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الولي بالمؤمنين من انفسهم حينما طلب اليهود منه ان يرسل فاطمه اليهم ما ارسلها وقال امرها بيد علي الاباء والاهل شنو لازم يتعلمون من مثل هذا الموقف؟ أن لا يتدخلوا في شؤون بناتهم بعد التزويج، إلا بأمر الأزواج، التدخل إذا يكون فيه تصرف خالي من الحكمة، بدل ما يحل مشكلات الأسر يزيدها إشكالاً. هاي قضية تحتاج إلى تأمل حتى مثل رسول الله صلى الله عليه واله يبين لنا هذا الموقف. وهذا كلام كثير ويحتاج هو في نفسه إلى بحث. الأمر الثاني أن اليهود دبروا مكيدة وأرادوا بهذه المكيدة الاستهانه برسول الله وبالسيده الزهراء. وفاطمه ورسول الله بعلم النبوه وبعلم الولايه يعلمون المكائد ولكن مع ذلك يتعاملون مع الناس بظواهرهم. لا يتعاملون معهم بواقعهم. وهذه ايضا هي قضيه فقط اشاره بها هي هاي تحتاج الى مجلس خاص انهم لا يتعاملون مع الناس بعلم النبوه وعلم الامامه وانما بظواهر الامور يتعاملون الدلاله الثالثه ان الله عز وجل ينصر اولياءه على اعدائه المؤمن اذا يعمل لله يقدم لله عملا اش قد ما يكيد له الاعداء من مكائد الله عز وجل يدفع عنه مكائد الاعداء هذا وعد من الله للمؤمنين في ايات عديده من القران يقول عز وجل ان تنصر الله ينصركم بس ان تنصر الله مو يتخذ الانسان اسم الله ودين الله ولواء الله ذريعه لطموحاته الشخصيه ونزعاته الانانيه، هذه ليست نصره لله، اذا كان المؤمن فعلا لنصره الله يتصدى لا يبتلى بما يكيد له الاعداء الا بمقتضيات حكمه وتقديرات الهيه هذيك في محله فنلاحظ هنا شلون الله عز وجل نصر فاطمه على اليهود مع انهم دبروا تدبيرا ولكنهم افشلوا وافشل مشروعهم والنتيجه انعكست عليهم بدل ما هم ينتصرون جماعه من قومهم تركوا اليهودية ودخلوا في الإسلام الرواية تقول خلق كثير أقل الكثرة ثمانين نفر أقل الكثرة دخلوا في الإسلام وتركوا اليهودية الدلالة الأخرى أن سجود نساء اليهود لفاطمة هذا السجود سجود تعظيم وتقدير ومن جهة أخرى هو سجود شكر لله تبارك وتعالى الباري عز وجل شرع مثل هذا السجود هي هاي عادة كانت عند الناس وعند بني إسرائيل بالخصوص أنهم إذا أرادوا تعظيم أحد سجدوا له في قضية يوسف عليه السلام الله عز وجل يقول وخروا له سجدا أبوه أمه، إخوته حينما دخلوا عليه خروا له سجدا هذا بعض من لا يدقق ولا يدرك المعاني يتصور هذا شرك وهذه عبادة للبشر هذا جهل، هذا،, هذا عدم معرفة. القرآن الكريم يقول السجود يختلف بحسب الدواعي. تارة يكون لغرض التعظيم وتارة يكون لغرض الشكر، شكر النعمة وتارة يكون للطاعة أمر الله إذا طاع لأمر الله يكون عبادة فهذا السجود من هذا القبيل سجود تعظيم وسجود شكر نعمة هذه رواية رواية اعجب منها عندنا وقت رواية اعجب منها تبين بركة السيدة الطاهرة سلام الله عليها مو بس على المسلمين، حديثنا لبركاتها في المسلمين غدا ان شاء الله نتحدث. ايضا لليهود اليهود اللي هم معروفون بالعناد والمكابره مع كل الانبياء عندهم عناد ومكابره كما يصرح القران الكريم لكن لاحظوا هذا الموقف تقول الروايه ان عليا عليه السلام اقترض من يهودي شعيرا واسترهنه شيئا يعني اليهودي ما قبل ينطي الشعير إلا أن يخلي له رهن يرهن يا شيء شوفوا أولياء الله شلون يعيشون هي يعني هاي في نفسها تعليم فدفع إليه هذا طلب منه قال له أنا أنطيك الشعير بشرط أن تخلي يمي رهينة زين يعني شنو هي الرهينة فدفع إليه ملاءة فاطمة عليها السلام رهنا وكانت من صوف شنو هي الملاءة الملحفة اللي يحتف بها الإنسان أو الفرش اللي يوضع على السرير شرشف بهالزمان يسموه شرشف أو شرشف ملاءة فاطمة هنا اكو حكمه وسر هسه يظهر هذا السر شنو فادخلها اليهودي الى دار يعني انطاه الشعير واخذ الملائكه هذول هم الناس اللي ما يعرفون اولياء الله بعد هذا هم سلوكهم ويا اولياء الله وفي كل زمان هم موجودين هذول فادخلها اليهودي الى دار ووضعها في بيت الدار يعني كل المنزل البناء والساحه دار ما يدور به الانسان ويدار به البيت يعني الغرفه فاليهودي دخل في دار ووضعها في بيت يعني في غرفه فلما كانت الليله دخلت زوجته البيت الذي فيه الملاء فرأت نورا ساطعا في البيت في الغرفة أضاء به كل البيت يعني مو شعاع بسيط أو شمعة صغيرة كل الغرفة منيرة فانصرفت إلى زوجها فأخبرته بأنها رأت في ذلك البيت ضوءا عظيما فتعجب اليهودي زوجها وقد نسي أنه قد وضع هذه الملاءة في هذه الغرفة في هذا الموضوع فنهض مسرعا ودخل البيت أي واحد غيره من الشكل اذا بيت مظلم وما بينور يقولوا له هاي الغرفه مضيئه طبيعي فاذا ضياء الملاء ينشر شعاعها كانه يشتعل من بدر منير اللهم صل على محمد يلمع من قريب سأقول تفسير هذا شنو واحد لا يستغرب يقول هاي قضية غريبة عن الأذهان، لا أبداً هاي العلم ما يطابقها فتعجب من ذلك اليهودي فأنعم النظر يعني دقق في موضع الملاءة فعلم أن ذلك النور من ملاءة فاطمة فخرج اليهودي يعدو إلى أقربائه لأنه يعني عادة اليهود من يسكنون في مكان منطقة واحدة يسكنون بها حي واحد يعيشون به إن هم بين المسلمين فبين المسلمين أقلية يصيرون ينحصرون في مكان واحد يحصرون أنفسهم فهو خرج إلى قومه يعدو وزوجته تعدو إلى أقربائها كل من يريد يخبر فاجتمع ثمانون من اليهود اجوا فراوا ذلك فاسلموا كلهم اللهم صل على محمد وال محمد هاي بركه اخرى من بركات فاطمه على اليهود. هاي الروايه تضمنت دلالات عديده، انا اذكر فقط دلالتين. الدلاله الاولى لاحظوا البساطه اللي يعيش بها اولياء الله رجال الله شلون يعيشون السماوات والارض خزائن السماوات والارض تحت ايديهم مفاتح الخزائن بايديهم يبدلون الحجر الى ذهب لكن يعيشون فقراء جياع يقترضون الشعير حتى يشبعون بطونهم هنا العظمه اللي تتجلى في اولياء الله لا يتصورهم ناس عاديين الانسان شيء بسيط من القدره يمتلك يصرفها في مواطن الظلم والتجبر شيء بسيط حتى في الناس العاديين شكد اكو ظلم في البيوت شكد اكو اباء يظلمون ابنائهم واهاليهم شكد اكو ابناء يظلمون اباءهم وامهاتهم اكو لا ماكو شويه واحد يصير عنده قوه وقدره يقوم يظلم غيره يظلم الضعفاء اللي تحت يديه تاجر بالسوق شويه يصير عنده قدره ماليه واقتصاديه يظلم التجار اللي اصغر منه موظف مسؤول مدير يظلم الموظفين جوائده معلم بصف يضرب التلاميذ يضربهم ويأذيهم يهينهم وجايين يتعلمون وجايين ينهانون عندك بعناوين مختلفة هذا الإنسان شيء من القدرة يحصل شيء يقوم يظلم اما اولياء الله يملكون خزائن السماوات والارض ويعيشون فقراء ولا يحوزون شيئا لانفسهم ابدا الدلاله الثانيه هذا النور الذي شع من ملاءة فاطمه هذا له تفسيران التفسير الاول طبيعي هذا امر طبيعي لأن فاطمة -سلام الله عليها- في تكوينها نور. هي نور إلهي الله عز وجل صنعه وصيره بصورة إنسان. نور الله عز وجل في كتابه العزيز يقول: الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات بعدين يقول كأنها كوكب دري الروايات بعض الروايات الشريفة تقول المشكات فاطمة هسه المشكات في بعض معانيها هي الكوة اللي في الجدار يوضع فيها المصباح وفي بعض التفاسير هي نفس المصباح هي القنديل إذن هي في تكوينها هي فرد نور الهي وكل ما يرتبط بها شو يكون؟ نور. شقد عندنا احنا من المعادن والفلزات اللي هي بذاتها منيره مضيئه عندنا لو ما عدنا. الفسفور شنو شغله؟ منير مشع. هو مشع بنفسه فإذا العنصر الجامد إذا الله عز وجل أعطاه هذه القابلية أو يعطيها إلى أخص أوليائه وعز عباده التفسير الثاني أن الله عز وجل جعل هذه الملاءة منيرة كأنها كوكب كأنها بدر منير ليش؟ لأنه علم بأن في هؤلاء اليهود قلوب تقبل الحق تخضع للحق تستجيب لذلك يظهر لهم آية حتى يؤمنوا هاي الآية بواسطة من؟ بواسطة فاطمة بملاءة فاطمة هدى ثمانين نفس أنقذها من النار وقادها إلى الهدى إلى الجنة وهذا واحد من معنى الفطم في فاطمة ببركتها وبخيرها هدى هؤلاء اليهود إذا نلاحظ من هذا المجموع أن الباري عز وجل جعل فاطمة بركة لأهل الأرض في كل ما يرتبط بها بركه كل ما يتعلق بفاطمه من قريب او من بعيد، اذا امتد حبل وصاله بفاطمه نال الخير الكثير، هذا تفصيله ان شاء الله غدا. اسال الله تبارك وتعالى بحق فاطمه وبعلها وبنيها وابيها والسر المستودع فيها ان ينور عقولنا وقلوبنا. بمعرفتها ومعرفة أبنائها الطاهرين والطاعة لهم والبراءة من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين